انتم عايز انتم ايه يا غرباء؟ انتم ضيوفنا، ارحلوا من هنا والا الفيل سياكلكم. لا، ده احنا عندنا حمار يقطعكم. وريهم. انا انا لا قصدي حمار. احنا مش اتفقنا بلاش النهارده فيه؟ لازم اسجلها. نعم، كنت بتقولي انت هتعمل ايه؟ ايوه ليه؟ وريني. اتفضل. عندك غاز البنات؟ والله نسيت انك فيه. الحقني الحقني، عاود. خلاص خلاص تعالى. بقولك يا ابني، شفت بقى الست المصريه؟ الست المصريه دي اصيله، لو مات جوزها تقعد لابسه عليه يجي 20 سنه. لابسه ايه 20 سنه؟ انا ما قلتش اسود؟ لا ربنا، لابسه عليه يجي 20 سنه. طب استنى هعيد لك الجمله دي. واتريقت على الواد من شويه بالجمله. اتفضل. هي بتلف. وانا هسيبك بعد ما قلت لي حمار. ولا يا استاذه ولا يهمك يا استاذه. اتفضل. لا انا قصدي اقول الجمله ايه يا استاذ؟ اتفضل. الست المصريه دي اصيله، لو مات جوزها تفضل لابسه عليه اسود 20 سنه. هي بتفتح دولاب تلاقي الاسود قدامها طول عليا بيبقى زي الفل وتحفه، شكله حلو قوي. هي لو لقيت موف كانت لبسته، لو لقيت بينك كانت لبسته. هو الاسود بيبقى عليا حلو قوي، لا اكتر ولا اقل. فخليها في سرك يعني. خلاص خلاص، مش اكتر. خلاص. بقول لك ايه يا ابني؟ ايه؟ ما تودينا بلد كده فيها ستات حلوين. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا بعتبرك من اعز اصحابي.